بدأت وصلنا للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة، مازلنا متواصلين معاكم حتى لنصف الليل. اليوم ضيفتنا برشا يسألوا عليها ويني، علاش غايبة، والسؤال هذا يعني طرحوه التوانسة خاصة بعد ما تعرض مسلسل الليالي البيض على قناة الوطنية الثانية مؤخرا وعمل نجاح جماهيري كبير كأنه أول مرة يتعرض. ضيفتنا هي عالمية وممثلة كانت عندها أدوار مهمة في تونس، أما غابت علينا كيف ما قلت عندها سنوات، والتوانسة خاصة توحشوها. تحب نرحب بها ترحيب كبير معانا من قطر مباشرة الممثلة والإعلامية حنان بالعيفة اللي نعرفوها في دورة عفيفة. أهلا وسهلا، صحة شريبتك. صحة شريبتك أمي، مع السلامة ناس الكل. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي اف ام ومرحبا. مرحبا بيك يا للا، توحشناك حنان. وينك وينك هالغيبة؟ علاش غايبة على تونس، على الدراما التونسية؟ علاش؟ حكاية طويلة يا أمي. تنهيدة كبيرة هذي، بسم الله عليك. أنا جست بريف يعني باختصار باش ما نطولش، وإن شاء الله في لقاء آخر يكون مباشر معاكم في الاستوديو نحكي التفاصيل. أما الحكاية في تبرشة بويسكن، أنا خدمت في الإذاعة والتلفزة التونسية قبل بقى أول إذاعة وحدة وتلفزة وحدة، وجست بعد الثورة شفتو كنت في إذاعة شباب برامجي الثقافية والمسرحية إلى آخره. بعد جاتني فرصة كونترا في وكالة الأنباء القطرية، مشيت نشوف فرصة أخرى بلوس الوضع العام والجو العام وبرشة يعني تفاصيل. ما لقيتش الفرصة يعني اللي تحلم بها يمكن في تونس، لقيتها في قطر؟ لا بالعكس بالعكس، لا لا مش هذا هو، لا نحكي على مستوى يعني نفسي، وتعرف الظروف قبل الثورة شخطو قبل بشوية من الثورة على مستوى نقابتنا الصحة. كانش فما حرية يمكن؟ كان برشة برشة، ما كانش فما حرية، أنا كنت حرة مع النقابين ومع النقاب، وكنا نفضل برشة في على مستوى الإعلام والآخرية. أما في ساعات واحد يوصل لفقط مامو يقول نحب نرتاح شوية، فهمتي؟ فما برشة ضغط على مستوى نفسي لآخره، فقلت خلي مشي أول يوم ثمانية شهور يعني عرفت روحك يعني سنوات غاد. بالضبط. لقيت الراحة غاد، جيت فرصة لأنه العمل مع وكالة الأنباء بلاس أني ما وقفتش يعني المجال الدرامي والتمثيل، كانت عندي برشة عمل مسرحية من وقتها من 2010 أحكي برشة عمل مسرحية سواء ممثلة سواء إخراجي، الأعمال الدرامية كيف كيف دي سيت كوم وأفلام ولا أخري، فهذا كهو مبدع ما شاء الله عليك في قطر. سمحني قسيت عليك حنين، يعني خدمة كبيرة خراج أعمال درامية موجودة في قطر، قاعدة تخدم في أعمال تلفزية زيادة، تعمل في يعني الإخراج هذايا معناها أنت اكتشفته في روحك في قطر ولا تكوينيا معناها كنت مكونة؟ كيفاش معناها اكتشفت روحك مخرجة؟ بالنسبة للإخراج بون مشيت عملت ميزيتيود، كملت ميزيتيود وعملت الكوتي للإخراج وخدمت فيها ان ديبلوم، وأون باراليل هي موهبة، عرفتي أنك موهبة عندك إيدين عندك حكاية عندك صورة تحب توصلها مع خدمتي كممثلة في أكثر من عمل درامي في تونس ولا برا. دونك قلت علاش قبل زاد في تونس كانت عندي برشا عمل وثائقية درامية كوميديغاج دوك فيكشن يعني دوكيومنتري الفيكسيون، وشاركت بها حتى أنا من تونس قبل في مثلا مهرجانات معروفة اللي تهتم بالوثائقيات التمثيلية. دونك قلت علاش ليه ما نزيدش الموهبة هذه تكون عندها جانب في الاتيود، وكملت وكان عندي أول إخراج. بالضبط أول إخراج كان بلاس العمل الوثائقية التمثيلية، كان عمل درامي كوميدي وتعميول اسمه يومية رجل منحوس، وعودنا الجزء الثاني عمناول السنة كان سيت كوم اسمه يومية صائم، دونك ما كملناهش بحكم الظروف الكل اللي نعرفوها الصحي وقفنا. أيوة بالضبط وقفنا على خاطر برشا أماكن تصوير وبرشا ممثلين وإلى آخره، فاخترنا احنا نوقف رغم احنا مشينا مارش كبير برشا في يعني في السيت كوم، لكن هذا ما منعش انه احنا نعملوا سيت كوم صغيرون هو خماسية. أنا كممثلة فيه صراحة ما ارتقيت أن يكون ممثلة لأني الجانب هذا يستهلني أكثر أكثر أكثر. دونك ممثلة تجمع مجموعة من البنات اللي جمعتهم الصدفة في ترانزيت
وصار الحجر يعني تسكير المطارات والحجر الصحي وإلى آخره. فيتجمعوا في أبارتمان واحد مخصص يعني في الترانزيت دولة الترانزيت هذه، وكل بنت أو كل فتاة من جنسية مختلفة. وأنت جنسيتك تونسية؟ جنسيتك دونك قاعدة تعرف باللهجة التونسية قاعدة في الخليج بالضبط. حنين السيت كوم هذا أو هي مبدئيا هي خماسية أو سبعية مازال مع حسب التصوير وكل اليوم ديجاك بزيل عنا نهارين خلنا نكملوا. دونك باش يتعدى على أكثر من قناة خاصة في العيد، في فترة العيد الكونفيرم التوالي اللي هو التلفزيون في قطر في الجزائر ومازالوا معناتها المنتج قاعد يشوف يعني أكثر. ما شاء الله حنين خدمة كبيرة في الخليج وتبارك الله عليك ناشطة، لكن هذا كل ماهوش مسموع في تونس والتوانسة حنين بالنسبة ليهم عفيفة متاع ليالي البيض هذي هو. اي تعرف مناسبة حنان هي عفيفة، تعرف بعد ما تعدى المسلسل المرأة الثانية نشوف لي كومنتار اللي في الجروب باغيكزومبل ياخذوا دي فوتو من السوشيال ميديا من الفيسبوك من الانستغرام يحطوهم ويقولوا بعد ما ورثت يعني ثم معناها هي تعجبني، اما ثم خلط بين البيرسوناج وبين الشخص فهم رابطين نفس كيف ما قلت انت الواقع والخيال بين عفيفة وحنان اما انا ما نقص هاي واحد قلت لها عم تعملي التجميل والله ما عملت دخلوا على تصورك دخلوا على البروفيل نتاعك حنان عملت بوتوكس ورثت جعفر القاسمي لطفي عليه ربي يطول في عمره شيخة روحها بفلوس الورثة فوالا شباب برشا كي ممثلة كان وصلت الحكاية هكا معناها الممثل أقنع بيان سور تقمص البيرسوناج نتاعه وكذا بيان سور حكاية شباب برشا فرحت حنان بالأصداء نتاع ليالي البيض كأنه من أول مرة معناها هي تعدى نجاح نجاح ظهر لي عاودت عشته معناها يمكن أول ما تعرض فرحته بنجاح المسلسل تعاود مرة أخرى بالضبط. شوف هو المسلسل 2008 دونك الناس اللي كانوا عمرهم 10 سنين 11 سنة ولاو 18 نورمالمون دونك فما جينيراسيون اخرى شافت المسلسل وفما اللي ما شافوهش قبل حتى وشافوه عاودوا شافوه مره اخرى مالغريك تعاود راهو تعاود بعد اكثر من مره اما مع الكونفينمون ظهر لي خذي حظه اكثر اكزاكتومون الناس قاعده في الدار ما عندها تعمل هاكا تشوف التلفزيون واحنا كيف كيف راهو احنا قاعدين ولينا اكثر مع السوشيال ميديا ونكلموا الناس تحكيوا مع الناس خاطر ما عادش عندنا برشا خدمه كما تنجم تقول عرفت ما نجموش نقولوا برشا نصوروا برشا فهذا هو حبيت يعني حبيت بالحق نجاح انه هو المسلسل يعني شوفي في مسلسل ليالي البيض في دريم هي قفزه عن ما هو سائد قبل أي. في قبل المسلسلات حلوه برشا اما نمطيه جدا ومتكرره لما تدخل في دريم بروح جديده في جرأة ظهر لي في جرأة وقتها فوالا في دريم وبين سنايا يعني الفترة تاع المسلسلات كانت انطلاقة جديدة للدراما التونسية فخبيت بشي برشا وقرب برشا للعباد والتوانسة توحشوا فوالا التوانسة توحشوا ليبوك هذيك توحشوا يمكن المسلسلات الدرامية اللي فيهم خرافة حنين معناها تحس هكا تسلسل أحداث فما ديزاكس هكا محلولين وكل شخصية يعيش معاها فما ناس صحيت فما حاجات قريبة حتى توا توا برشا مسلسلات قريبة لينا تعملت وتخدمت البريود الأخرانية نتاع كاس سنين أربع سنين التالي في برشا مسلسلات لقاو نقد كبير لكن احنا ما ننكروش انه راهو الواقع فيه الخايب والباهي وهذاك هو واقعنا والفن يحمل رساله سواء ينقل الباهي ولا ينقل الخايب وبراليل يوريك الحاجات اللي تنجر عنها الخايب هذا فبالعكس يعني احنا عندنا الدراما قاعده ماشيه تكبر وماشيه تتطور ينقصنا فقط الماركتينج اللي هو تسويق العمل الدرامي التونسي اللي هو هاو داخلين توا على نتفليكس بالك شي نشوفوا النوبه في نتفليكس بالضبط هذه حاجه تفرح على الاخر ايه ان شاء الله ان شاء الله هذا اللي نتمنيه قاعده تتبع في الاعمال الرمضانيه في تونس حنان السنه خلينا نكون صادقه جدا جدا فشفت مسلسل 27 او الوحده 27 شنو رايك فيه؟ اربع حلقات 27 فرقه 27 شنو رايك فيه؟ فوالا شفت باش ما نكونش ظالمه او شفت ثلاث اربع حلقات وما نجمتش نكمل احقاقا للحق. واش باش يكون موضوع يشوف الممثلين مزيانين برشا مش من الكل.
فما عناصر حسيتها مقحمة. أما البقية كانوا دي بروفيسيونيل يهبلوا. أما حسب التصريحات من هنا ومن غادي قاعدة نشوف فيها يقول لك تجربنا ما كناش حاضرين. احنا نعرف أن الجمهور حتى في المسرح ولا في التلفزيون الجمهور كيشوف عمل جاهز وتعرض نحاسبك على المتيغة اللي قدمتها ونعرفش لكواليس ما يهموش ما يهموش أو كمنتج بالضبط كمخرج أو كمنتج قدمت المتيغة متاعي للتبليد فنتحمل مسؤولية الآراء باختلافها. يعني تقول لي أنا ما كنتش حاضر وكذا وكذا ما تخلدوش كيف ما صار في مسلسل الحرقة مثلا وغيره وقفنا على خاطر كنا باش نقدم حاجة باكلية يعني حاجة مزروبة. أنا ريت أنه فم برشة أخطاء تكنيك على مستوى التقنية يعني على مستوى الإخراج مونتاج يمكن على مستوى الكاستينج على مستوى ضعف الحبكة الدرامية في مسلسل الوحدة أو الفرقة 27 سبيس خاصة أنك فيزيل للجيش الحاجة مقدسة مقدسة عند التوينسة شفتوه بالضبط خاصة أنك تقال أنه في مسلسل آخر عربي يشتي على الجيش يعني شوف الاختيار مسلسل الاختيار اللي هو قاعد معناه يبقى في نجاح كبير وما له زمان لا يمكن أو قالوا حنين حتى يمكن ما في بالكش قالوا في الجزء ال 15 يوم الجايين في رمضان باش يتم يصلحوا ما يمكن أسلحه وباش نشوفوا الفرقة 27 بصورة جديدة نجم تكون احنا دائما السيناريو ضعيف يعني ما نعرفش نتصور سي ديجا سي معناتها باش تصلح بتدخل في المونتاج لغيت بخاطر ايقاعه برشا نازل يعني ايقاع ما فيهوش ايقاع المسلسل ما نعرفش بتات انا قلت لك شفت نحكم عليه اربع حلقات اللي شفته ما نجمش نكمل فقط شدك مفيدة اولاد مفيدة عجبني برشا بغض النظر على الموضوع نستنقد وكذا وفما حاجات ما كانش تتعدى فما فلسة معناتها اذا انت عائلة تتفرج ما عجبكش تسكر او ما تفرجش فيه كريمو اما هو شئنا ان ادينا فما واقع اجتماعي وواقع اقتصادي تعيش عائلة معينة وهي حكاية حدوتة يعني خايبة ولا باهية نقبلوها من المسلسلات العربية الاخرى وما نقبلوهاش من مسلسلاتنا فما نقد مبالغ ترى فيه حنان لمسلسل اولاد مفيدة اي نقد مبالغ في جرأة في الصورة جرأة في الحكاية خاصة الجزء هذا الاخير اللي انا اشوف فيه توا حسيت فما تطور على مستوى السيناريو تطور كبير برشا وفي الاخراج ايقاع اي بالضبط ايقاع سريع وسوسن طبعا سوسن ما شاء الله عليها يعني بروفيسيونيل على الاخر وقدمت صوره مزيانه على الاخر وتقطيعات حلوه قدمتها بلس الايقاع المسلسل ما طاحش بالكل ما يحسسكش انك قلقت تمنيت انك تكون موجوده في اولاد مفيده حنان مش برشا مش برشا عاجبك ما ماكش ما تتمنيش انك تكون موجوده فيه لا يعني شو نقول لك ساعات كممثلين وميمة كنشوفوا حاجة سواء نتاعنا تونسية ولا برا وتعجبك بيرسوناج ولا تعيشها أنت ساعات أنا كنشوف في الذكريات خطا إكزومبل نبدا نتفرج ما غبينا طلعناها من شخصين وقول عرفت تحس أنك تحبك البيرسوناج تحب تخدمها تحب إي فيها برشا حاجة شبيبة راهو الممثلين صدقا أسماء أبدعوا الكل في ولاد مفيدة شابو يهبلوا تتفرج في مسلسل النوبة؟ النوبة أنا شفت الجزء الأول وقاعدة نغزل بيني وبروحي كيفاش ما كنتش نقدر نشوف الثاني أما طمنوني قالوا لي كفما شعبت يعني في اختفاي تلقى أي تلقى في اختفاي تنجم تتفرج عليه حنان ديما هكا تعرفي لساني باش نقول لك عفيفة تلمون تربط تقلقك أنك مربوطة بشخصية عفيفة يعني توينسة يمكن بالنسبه ليهم حنان هي عفيفه اي مالكريك بعد عفيفه خدمت جنات اللي هي في بين سنايا وقبلها في عودة المنيار ومكتوب واحد اما الناس قاعدة البرسوناج هذيك في مخهم قاعدة برشا وكان تقريبا لهم برشا وتعاطفوا معها برشا يعني بين طرائف وقتها اول ما تعدى المسلسل وانا في تونس كنت في ذات شباب دونك نمشيو للبلايص ونعمل دي انترفيو نمشيو للبلايص تونس الكل في القرى في المدن الصغيره والى اخره فتحسي تلمو هي قريبه للناس مره واحده مراه مسكينه وقفتني تبكي تقول يا مان والله غصني وترجعوا وقول هل يا راه تمثيل بس عليا
مازال حتى التو فما برشا توانسه ما يفرقوش بين التمثيل وبين تلمو يعيشوا الشخصيه ويعيشوا الاحداث لين يحسوه بالحق، خاطر ادائك كان صادق، خاطر اديت يمكن الدور نتاعك اكيد اديت دورك باتقان وخليت الناس تعيش معاك الاحداث اللي عاشتهم شخصيه عفيفه. وقتاش حتى زيدك تقول السؤال وقتاش ناويه ترجع لتونس شوفوك في مسلسل تونسي تنسي يمكن الناس في عفيفه حنان؟ انتي سألتني قبل او قلت ملاحظة قبل انه فهم الاعمال الدرامية الخليجية ما توصلناش لتونس. صحيح احنا في ثقافتنا ما نتبعوش الاعمال الخليجية الدرامية. انا كي جيت ساعات يجيبوا لي ناس مثلا يخدموا معايا في التياتر ولا في حاجة هذا نجم نقول ونعرف عليه أي هو يعرفني يقولوا لي يقولوا حتى انا ما نعرف فاحنا ما نتفرجوش وهما ما يتفرجوش. ثقافتنا مصرية اكثر مصرية اكثر سورية مصرية تبعوا كيف هما نفس الشيء هما كيف فقط يتبعوا المسلسلات المصرية السورية وما يتبعوش المغرب العربي بشكل عام. فعلى هذاك المنتوج الخليجي اللي حتى ولو برشا توانسة مثلا يخدموا فيه ما يعرفوهش ما يشوفوهش. اللهم اذا انت باش تنزل حاجه على السوشيال ميديا ولا على الفيسبوك نتاعك ولا الى اخره. فعلى هذاك مثلا برشا مثلا مسلسل يوميات رجل منحوت تاع ولد عماول وعماول خديت بسي كبير برشا حتى الجزيرانات وقتها وعملت كيف الاستفتاء على نسبه المشاهده وكان نسبه المشاهده مرتفعه كان المكان. عمل ناجح لكن في الدراما التونسيه سؤالي فما عروض فما إيجا نقول لك الفترة الأولى كنت ملتزمة بعمل وظيفي يعني اللي هو مربوطة بكونجي معين ناخذ الكونجي نقسمه على كذا مرات مثلا نمشي الفستيفال نشارك بعرض مسرحي نروح لدارنا كذا نشوف صحابي ناخذ كونجي لروحي. توا بعد يعني بعد وكالة الأنباء مشيت كمديرة قسم البرامج في تلفزيون قطر اليوم وكملت معاهم تقريبا عامين ونص وتوا عملت شركة الإنتاج الخاصة بيا اللي هي دي إن إي برودكشن. دونك نفهم من كلامك التزاماتك هي اللي تمنعك انك تكون موجوده في عمل تونسي ما تنجمش تكون موجوده في تونس في الوقت هذاك. اما توا صار في دوزون او ثلاث سنين او تقريبا ثلاث سنين ما عادش عندي الالتزامات المهنيه الاداريه الوظيفه الاداريه اللي تجبرك انك بوقت وتاخذ كونجيك في وقت وتخرج في وقت وجست نقتصر على الاعمال المحليه فقط. دونك كمخرجين التوانسه حنان موجوده تنجموا تكلموها هاو في بالكم تنجموا تعيطوا لها راهي ديسبونيبل ما فما حتى حاجه تخليها ما تكونش موجوده في عمل تونسي. حنان فرحانه برشا انك كنت حاضره بحضينا نتمنى لك برشا توفيق برشا محبه من تونس اللي كنت في قطر ورد بالك على روحك حنان. شكرا ربي يخليك وتحيه من خلالك يعني وخلال راديو اي اف ام الكل التوانسه اللي يسمعوا فينا الكل ومحبه كبيره وان شاء الله ربي يحفظكم يحفظ بلادنا المزيانه ونتلاقاو ان شاء الله يعني ان شاء الله اذا سهل ربي جوي نرجع لتونس ان شاء الله ان شاء الله وتكون حاضره بحضنا هنا في البلاتو تشرفنا برشا. سلام عليك برشا ميرسي مره اخرى انك كنت حاضره بحضنا. دونك هذه كانت حنان بالعفيفه اللي عرفتوها بدور عفيفه في مسلسل